Hello, my dear students. This is Mr. Amr speaking, and this is going to be Unit 1, Lesson 6. نهاردة آخر lesson خالص في Unit 1 بتاعتنا. Lesson نهاردة سهل قوي ولكن طويل شويتين ثلاثة كده. طيب نهاردة هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على solving the absolute value equations والinequalities. كل واحدة منهم graphically والجبرالي. فتعالوا كده واحدة واحدة. نبتدي الأول بالجزء. أنا شايف الجرافيكلي هيبقى أبسط شوية. بص يا ولاد، نبتدي الأول بالإيكويشنز، وعشان برضو حضرتك تبقى متخيل معايا كده، ده بينقسم كذا جزء. أول جزء خالص لما ببقى عندي مثلا absolute value of x equal رقم equal c، رقم معين عايز أعرف بجيب السولوشن ست إزاي. تاني جزء لو عندي absolute value of x مثلا equal حاجة فيها x، يعني مثلا a x plus b. تالت جزء عندي لو عندي absolute value of x equal مثلا او اكس بلس حاجه، يعني حاجه جوه ابسولوت فاليو برضو، يعني مش لازم دي تبقى كلها ابسولوت فاليو، يعني ممكن مثلا يبقى ابسولوت فاليو مثلا اي اكس بلس بي، هو انا حاجه جوه ابسولوت فاليو ماشي ايكوال حاجه فيها اكس، وهنا بقى حاجه فيها جوه ابسولوت فاليو ايكوال حاجه ثانيه فيها ابسولوت فاليو، سي مثلا اكس بلس دي جوه ابسولوت فاليو، اثنين ابسولوت فاليو ايكوال لبعض. عايز اعرف الثري كيسز دول ازاي اعرف السوليوشن سيت للكلام ده الجبريكلي وجرافيكلي، الثلاث انواع دول. طيب تعالى كده نبص على الجزء الجرافيكلي الاول. ندي اكزامبل كده، لو انا مثلا جيت قلت لحضرتك absolute value of x equal 5. بص يا ولد، الموضوع بكل بساطه، الناس قالوا ايه؟ قال لك قدامك حلين، هتمسك لي دي كده كان دي فانكشن لوحدها اسمها وليكن f of x، ودي لوحدها كانها اسمها مثلا g of x، يعني مثلا دي f of x ودي جي اوف اكس، اتنين فانكشنز مع بعض. طيب وبعدين يا مستر؟ بص يا سيدي، الحل بكل بساطه، اول جزء ده مش انا يا مستر الابسولوت فاليو اوف اكس دي حاجه رسمتها مثلا عامله كده، اهي حاجه عامله كده ابسولوت فاليو. تاني حاجه ال5 دي مش دي خط بالعرض كده يا مستر بيقطع عند ال5، تقوم جاي لي كده خط بالعرض عند ال5، شايف قطعوا بعض فين؟ المكان اللي عملوا انترسكشن فيه ده السوليوشن سيت. اهو لو نزلت من هنا كده خط، شايف كده لو نزلت كده من هنا السوليوشن سيت هنا كده وهنا، ده المكان اللي قطعوا بعض فيه صح؟ هتلاقي هنا نيجاتيف 5 وهتلاقي هنا قطعوا بعض عند ال 5، يبقى ده السوليوشن سيت بتاعي. ده حل. حل تاني ناس قالوا طب وليه تعملهم ان هم مسالتين في بعض؟ ممكن واحد يقول لك ادي ابسولوت فاليو في اكس ودي كده ال 5 هناك تبقى ماينس 5 equal 0، يقول لي دي كلها واحده ودي كلها واحده، انا عايز اعرف absolute value of x minus 5 مش دي معناها عند النيجاتيف 5 كده تحت وتبتدي تعمل لي الابسولوت فاليو؟ طب الزيرو مش اللي هو الخط ده؟ اللي هو الخط بتاع الاكس اكس، شوف لي انا قطعت الاكس اكسس فين؟ هتلاقي برضو قطعت هنا عند النيجاتيف 5 وهنا عند ال 5، طلع لي نفس الاجابتين. ماشي يا اولاد، ده كده الموضوع بكل بساطه، لو عندي absolute value equal حاجه. طب افرض عندي absolute value equal رقم، يعني مثلا absolute value of x plus 3 equal حاجه مثلا 2x plus 4 مثلا، دي رسمتها عامله ازاي؟ والله حضرتك هترسم لي absolute value of x plus 3 حاجه مثلا عامله كده، وترسم لي اللاين اللي اسمه 2x plus 4 وليكن مثلا يعني مثلا حاجه عامله كده، والله خليها مثلا اهو حاجه مثلا عامله كده، تلاقيه مثلا ايه قطعوا بعض في النقطه دي، هي دي السوليوشن ست. طب افرض يا مستر اللاين ده عدى كده ما قطعهاش خالص، السوليوشن ست فاضي ما قطعهاش خالص، فاي مثلا، يعني بدل لما اللاين كان عامل كده ما قطعش الابسولوت فاليو، فاي. طب افرض يا مستر كان كوينسيدنت عليها، يعني ده مش قطعها ده مشي معاها، يعني اللاين كان عامل كده وماشي مكمل معاها، تقول لي السوليوشن سيت بتاعي من اول فين؟ من اول زيرو عمال مكمل معاها لحد الانفينيتي، من زيرو لحد الانفينيتي، ده السوليوشن سيت، كل الفاليوز دي تنفع معايا. فهمت بنعمل ايه؟ برسم اللاين لوحده واحط كده ده لوحده وارسم ده لوحده واشوفهم بيقطعوا بعض فين، هو ده السوليوشن سيت بكل بساطه. طب لو عندي ابسولوت فاليو اكس بلس 4 مثلا ايكوال ابسولوت فاليو اكس ماينس او مثلا نيجاتيف اكس ماينس 2، تقول لي يا مستر ارسم دي لوحدها اكس بلس 4 مثلا حاجه عامله كده، نيجاتيف اكس ماينس 2 تلاقي مثلا حاجه عامله كده، قطعوا بعض فين؟ ما قطعوش بعض في حاجه، السوليوشن سيت بتاعي فاضي. طب والله مثلا لو جيت ارسم واحده ثانيه مثلا ادي ابسولوت فاليو عامل لي كده والثانيه عامل كده، قطعوا بعض في النقطه دي والنقطه دي، هو ده السوليوشن سيت بتاعي.
ده كده الموضوع بمنتهى البساطه. تعالى كده نفتح ونشوف كده هنحل الكلام ده ازاي. انا هاخد الجزء الجرافيكلي الاول وبعدين نرجع للالجبرا. بص بيقول لي ايه هنا، فايند جرافيكلي ان ار ذا سوليوشن سيت اوف ايتش اوف ذا فولو. تقوم حضرتك راسم لي الناحيه دي كده لوحدها والناحيه دي لوحدها وتشوف لي قطعوا بعض فين. ابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 4 عند الماينس 4 وتلاقي حاجه عامله كده، وتشوف لي قطعوا بعض فين النقطتين دول، هتلاقي هنا 4 وهتلاقي هنا نيجاتيف 4. مش شرط طبعا يطلع نفس الرقم اللي هو بيقول عليه. لو عايز نتاكد ادي يا سيدي ديزموس، بص ادي ديزموس اهو، ابسولوت فاليو اوف اكس. طبعا ابسولوت فاليو اوف اكس دي بتعملها ازاي؟ خلي بالك بتيجي كده هتلاقي حاجه كده زي علامه كيبورد، ادي ابسولوت فاليو اوف اكس ماشي، ونقفل علامه الابسولوت فاليو، بعدين ماينس 4 ماينس 4 ماشي يا سيدي. بص بقى عامل ايه، قطع هنا فين وفين لو انت واخد بالك، بص قطع فين وفين، والزيرو طبعا ايكوال زيرو، الخط اللي بزيرو اللي هو الاكس اكس، قطع فين وفين عند الفور والنيجاتيف فور. ده السوليوشن سيت بتاعي. ماشي يا اولاد، عايز تقول لي الزيرو لوحده وجي اوف اكس في سطر لوحده كده، الجي سوري جي اوف اكس ايكوال زيرو، ده الخط الثاني يعني. وشوف لي الاثنين دول قطعوا بعض فين، قطعوا بعض فين، الاخضر والاحمر قطعوا بعض في الفور والنيجاتيف فور. ده اول مساله. طب تعالى كده اما نبص سريعا على تاني مساله، كانت بتقول ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 2 ايكوال 0. ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 2 يعني هنا بلس 2 اهو، بلس 2 قطع بعض فين الخط الاحمر والاخضر، قطع بعض في حاجه؟ لا يا مستر ما قطعوش بعض في حاجه، يبقى السولوشن سيت ايه؟ 5. طب بص هنا ابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 7 ايكوال 5، يعني عايز اولا دي كده جي اوف اكس دي 5، وابسولوت فاليو قلنا اوف اكس بس جوه الابسولوت فاليو اكس ماينس كام؟ اكس ماينس 5. ادي يا سيدي اكس ماينس 5، اكس ماينس 5 وقلنا دي كام سوري 7، ودي قال اكس ايكوال 7. تعالى نطلع لفوق كده بس عشان هي مش باينه، وتشوف لي كده قطعوا بعض فين. والله يا مستر هي هنا مش باينه بس انا ممكن ازوم ان كده، بص قطعوا بعض فين هنا، الرقم ده فين؟ ده 12، والناحيه دي كده كام؟ نيجاتيف 2 12 اللي انا شايفه. لو انا ناقل المساله اكس ماينس 5 وده 7، ولا هو كان ايه؟ مش انت المساله كده؟ اكس ماين لا اكس ماينس 7 و5 العكس، اكس ماينس 7 اكس ماينس 7 ودي اللي 5 معلش، ودي اللي 5 قطعوا بعض فين وفين؟ عند ال 2، انا شايف بقى قاطعين بعض عند ال 2 وهنا تاني عند ال 12. تعالى كده اما نشوف هل الكلام ده فعلا صحيح ولا لا. ال 12 وال 2 هنا هنعمل ايه يا اولاد؟ تقول لي عايز تودي 3 هناك وتشتغل اكس بلس 1 لوحدها جوه ابسولوت فاليو وال 3 لوحدها اوكي، عايز تشغلها دي كلها في ناحيه واحده والناحيه الثانيه زيرو اوكي. اكس بلس 1 جوه الابسولوت فاليو ماينس 3، اكس بلس 1 اكس بلس 1 بعدين ماينس 3 ايكوال 0، وهنا ايكوال ايه؟ ايكوال 0. تعالى كده يا سيدي اما نشوف الكلام ده بيقطع الزيرو فين وفين؟ عند النيجاتيف 4 وعند ال 2. ده السوليوشن سيت بتاعي عند النيجاتيف 4 وعند ال 2. اظن يا اولاد الموضوع بسيط جدا، انا مش شايف حاجه اسهل من كده خالص. ده كده يا اولاد كان الفكره العامه لجرافيكلي، ازاي بحل جرافيكلي. تعالى بقى نخش في الجد الالجبريكلي. قبل يا اولاد اما اقول الحل الالجبريكلي في شويه بروبرتيز كده لازم نبقى عارفينها عن الابسولوت فاليو. اولا الابسولوت فاليو اوف اكس دي فكتها بنقدر نحلها كانها بيس وايز فانكشن، اكس اقدر اقول مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف. بس خلي بالك هي اكس لما الاكس جريتر ذان اور ايكوال الزيرو لازم الكونديشن ده يحصل، واكس لما الاكس سمولر ذان الزيرو. معايا كده لحد دلوقتي؟ طيب ده فكت الابسولوت فاليو، مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه؟ لو انا جيت قلت لحضرتك ابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال 5، تقول لي يا مستر يبقى مره الاكس في 5 صح ومره الاكس بنيجاتيف 5، بس خلي بالك لازم هنا الاكس اللي جوه الابسولوت فاليو ده يكون جريتر ذان او ايكوال الزيرو. ايه ده مش ال5 فعلا اكبر من زيرو؟ خلاص صح. ولازم الاكس تبقى سمولر ذان الزيرو، اه ده فعلا النيجاتيف 5 اصغر من زيرو، يبقى خلاص ده السوليوشن سيت بتاعي. طب افرض جه قال لي ابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال نيجاتيف 4، تقول لي مره يا مستر الاكس زي حاجه بالموضوع ده باشارتها الاكس ايكوال نيجاتيف 4، بس لما الابسولوت فاليو نفسه جريتر ذان ايكوال الزيرو. ايه ده هو ده جريتر ذان ايكوال الزيرو؟ لا، يا اما الاكس بعكس الساين بتاع ده نيجاتيف نيجاتيف 4 يعني بتبقى بوزيتيف 4، بس لما الاكس سمولر ذان الزيرو. طب ما ده مش سمولر ذان الزيرو يبقى برضه مش هختاره، فيطلع السوليوشن سيت بتاعي 5. وده حاجه منطقيه جدا،
ابسولوت فاليو اوف اكس ده لازم حاجه تطلع بالبوزيتيف، احط الاكس بكام عشان يطلع نيجاتيف 4؟ مستحيل، مستحيل يطلع بالنيجاتيف. عشان كده السوليوشن سيت الكونديشن ده مهم جدا بالنسبه لي. ماشي يا اولاد؟ يبقى هي الفكره كلها اني لازم احط الكونديشن ده معايا. دي اول بروبرتي عندنا. تاني حاجه عندنا، خلي بالك برضو من حاجه مهمه، ان يا اولاد ابسولوت فاليو احنا مثلا قلنا 2 ماينس اكس، من حقي ابدل الاثنين، هي هي اكس ماينس 2، اقدر ابدل الاثنين لاني كاني اخذت النيجاتيف كومن فاكتور، وكده كده الابسولوت فاليو بيشيل الايه؟ بيشيل النيجاتيف. طيب دي بروبرتي برضو مهمه عندنا. طيب تعالى بقى اما نبص كده، غير الاثنين بروبرتيز دول، تعالى بقى اما نبص على شويه مسائل. لو جالي مثلا ونقول بنحل ازاي الكلام ده. احنا قلنا اول نوع لو عندي ابسولوت فاليو ايكوال رقم واحد. طب افرض ابسولوت فاليو، لو انا مثلا قلت لك ابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 2 ايكوال 5، عايز اعرف الاكس بكام. بص يا سيدي، هتقول لي الاكس ماينس 2 اللي هو الابسولوت فاليو ده ايكوال 5، ومره الاكس ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 5. بس خلي بالك هنا في كونديشن وهنا في كونديشن. ايه الكونديشن اللي هنا؟ لازم اللي جوه الابسولوت فاليو اللي هو الاكس ماينس 2 يكون جريتر ذان اور ايكوال 0. ودي كده التو هناك، يعني الاكس لازم تبقى جريتر ذان اور ايكوال 2. لو ما طلعتليش رقم لما جيت احل الايكويشن دي، لو ما طلعتليش رقم اكبر من 2 ما اختارهاش. ودي كده بقى التو هناك، اكس ماينس 2 ايكوال 5، ودي التو هناك يعني الاكس ب 7. ايه ده؟ مش ال 7 ده اكبر من 2؟ اه يبقى ده حل معايا اختاره. طب هنا لازم الاكس ماينس 2 يكون سمولر ذان الزيرو، يعني لازم الاكس تبقى اصغر من ال 2، ده الكونديشن بتاعي. ودي كده دي هناك، يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 5 بلس 2 تبقى نيجاتيف 3. مش يا مستر نيجاتيف 3 ده اصغر من 2؟ يبقى اختار مع ايه؟ يبقى السوليوشن سيت بتاعي عباره عن ايه؟ 7 ونيجاتيف 3. ماشي يا اولاد؟ واحده كمان، لو انا كده جيت قلت ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 4 ايكوال مثلا، خلينا نقول ايكوال نيجاتيف ماشي نيجاتيف 2 مثلا، ممكن نقول يا سيدي ايكوال 2. بص بقى كده، تعالى كده اما نشوف هنا الحل ده. هتقول لي يا مستر، استنى، تقول لي يا مستر الاكس بلس 4 مره ايكوال 2، وتقول لي ومره الاكس بلس 4 ايكوال نيجاتيف 2. بس استنى، هنا في كونديشن، لازم اللي جوه الابسولوت فاليو يبقى جريتر ذان ايكوال 0، يعني لازم الاكس تبقى جريتر ذان ايكوال النيجاتيف 4، صح؟ ولازم هنا الاكس تبقى سمولر ذان النيجاتيف 4. طيب تعالى كده اما نشوف الكلام ده. ودي كده الفور هناك، تطلع الاكس بنيجاتيف 2. ايه ده؟ هو النيجاتيف 2 ده اكبر من، اكبر جريتر ذان اور ايكوال النيجاتيف 4، مش النيجاتيف 2 ده يا مستر اكبر من النيجاتيف 4؟ اه اكبر، يبقى اختاره معايا. طب هنا يا مستر، ودي كده ده هناك، يطلع الاكس بنيجاتيف 6، مش النيجاتيف 6 ده اصغر من نيجاتيف 4؟ اه يبقى اختاره معايا. طب هل ساعات يا مستر ممكن يجي لي الكلام ده ان ما ينفعش اختاره؟ اه ساعات ممكن يجي لك انك ما ينفعش تختار الكلام ده. طب ازاي بقى؟ قول لي كده يا مستر. بص يا سيدي، ركز بقى معايا كده. افرض مثلا جالي حاجه زي كده، قال لي ابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 2 او ماينس 4 ايكوال 2. بص يا سيدي، احنا حاجه زي دي بنحلها ازاي؟ حضرتك تقول لي يا مستر انا بكل بساطه بقوم قايل ان الاكس ماينس 4 ده مره ب 2 ومره الاكس، او مثلا خلينا نقول اكس ماينس 4 اللي دي مثلا، ممكن نخلي دي نيجاتيف 2، خلي المساله دي كده. الاكس ماينس 4 مره بنيجاتيف 2 ومره الاكس ماينس 4 ب 2. بس هنا الكونديشن بتاعي ايه؟ هنا الكونديشن بتاعي ان الاكس ماينس 4 ده لازم يبقى جريتر ذان اور ايكوال 0، يعني الاكس جريتر ذان اور ايكوال 4. تعالى بقى اما نشوف الكلام ده، ودي الفور هناك، يطلع الاكس ب 2. هو ده اكبر من الفور؟ لا، يبقى ما اختاروش، ريفيوزد. طب هنا الكونديشن بتاعي لازم الاكس يبقى سمولر ذان الفور، ودي كده ده هناك، تطلع الاكس ب 6. ايه ده؟ هو ده اصغر من الفور؟ لا، يبقى برضه ريفيوزد. يبقى السوليوشن سيت بتاعي عباره عن فاي. ماشي يا ولاد؟ ده لو كان عندي ابسولوت فاليو في حاجه ايكوال رقم. طب تاني نوع من المسائل، ساعات بقى يقول لي ان عندي ابسولوت فاليو اكس ماينس 2 مثلا ايكوال حاجه فيها اكس 2 اكس بلس 1. تقوم حضرتك قايل لي ان الاكس ماينس 2 ده نفس اللي انا كنت بعمله، الاكس ماينس 2 ده مره ايكوال دبل بوزيتيف مره 2 اكس بلس 1، ومره الاكس ماينس 2 ايكوال نيجاتيف الكلام ده، يبقى نغير الاثنين، نيجاتيف 2 اكس ماينس 1. الكونديشن هنا عباره عن ايه؟ الاكس ماينس 2 جريتر ذان ايكوال 0، ودي دي هناك، يعني الاكس جريتر ذان ايكوال 2، ده الكونديشن هنا.
كونديشن هنا بالسمولر زين اكس سمولر زين 2. تعال بقى ما نشوف كده الاكس هيطلع لي ايه. بص يا سيدي، ودي الاكس دي كده هناك كده بالماينس 2x ماينس x يبقى لي x واحدة. ودي ال1 دي كده هناك بالماينس نيجاتيف 2 ماينس 1 يعني نيجاتيف 3، طلع لي الاكس بنيجاتيف 3. هو الكلام ده اكبر من 2؟ لا، يبقى ريفيوزد. طب تعالى اما نبص هنا، ودي كده 2x اللي بالماينس دي وديها كده هناك بالبلس يعني 3x، وامسك الماينس 2 دي وديها هناك بالبلس نيجاتيف 1 بلس 2 يطلع ب1، يعني الاكس تطلع ب1 اوفر 3. ال1 اوفر 3 ده اصغر من 2؟ اصغر من 2، يعني سوليوشن سيت 1 اوفر 3. فهمت كده الفكره؟ يعني ممكن تلاقي واحده ريفيوز وواحده حاجه واحده. وعلى فكره ده حاجه منطقيه جدا. ليه؟ لان انا عندي ابسولوت فاليو اكس ماينس 2 مثلا، حاجه جايه كده عند البلس وحاجه عامله كده، و2 اكس بلس 1 وليكن حاجه عامله كده، قطعتها في نقطه واحده بس. ايه النقطه الواحده اللي قطعتها فيها دي؟ ال1 اوفر 3 بس. هو ده السوليوشن سيت. ماشي يا اولاد؟ اخر حاجه عندنا لو عندي ابسولوت فاليو ايكوال ابسولوت فاليو، يعني لو انا جيت قلت لك ابسولوت فاليو اوف 2 اكس بلس 3 equal absolute value of x minus 4. اسهل بقى هنا نفس الحل بس من غير كونديشن. ما دام absolute value equal absolute value، سيبك من الكونديشن خالص، تقول لي مره 2x minus 3 equal x minus 4، ومره 2x minus 3 equal negative الكلام ده يعني 4 minus x، اعكسها او يعني negative x بدل minus 4 تبقى plus 4، او تكتبها كده. جمع لي بقى الاكسات كلها في ناحيه، وادي كده 2x minus x تبقى x واحد، minus 3 وديها هناك بالبلس تطلع نيجاتيف 1. اختارها هنا 2x ودي لها هناك x بالبلس يعني 3x ايكوال ده، ودي هناك بالبلس ايكوال 7 يعني الx ب 7 اوفر 3. ادي الحلين بتوعي نيجاتيف 1 و 7 اوفر 3. ماشي كده يا اولاد؟ ده كده كان سريعا الحل الالجبري. تعال بقى نبص كده على المسائل عشان هم كتير شويه. نمسك كده اول واحده خالص، حاول تبوظ كده الفيديو تشوف هتعرف تحل معايا ولا لا. بيقول لي ابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال 7، اشيل الاكس واحط مكانها كام؟ يا 7 يا نيجاتيف 7، صح؟ حد يقول لي الكونديشن ان مثلا يا اما الاكس ب 7 يا اما الاكس بنيجاتيف 7. الاكس هنا لازم تبقى جريتر ذان ايكوال 0. طب ما هي اكبر منها او ايكوال 0، او هنا الاكس سمولر ذان 0. عشان كده اخترت الاثنين. ماشي، يبقى دي اول واحده. تعالى كده اما نبص على ثاني واحده. ثاني واحده بيقول لي ايه؟ بيقول لي absolute value of x sorry absolute value of x plus 3 equal 0. ممكن حد يقول لي هودي ال 3 هناك، يعني absolute value of x equal negative 3. ينفع absolute value of حاجه يبقى بالنيجاتيف؟ لا طبعا، يبقى السوليوشن سيت بتاعي فاضي. نيجي للي بعده. بص هنا بقى 4 absolute value of x، ودي ال 20 هناك equal 20، اعمل 20 divide 4 يعني absolute value of x equal 5، يبقى الاكس يا اما 5 يا اما الاكس بنيجاتيف 5. ماشي يا اولاد؟ عايز تحط لي الكونديشن لما الاكس هنا جريتر ذان الزيرو، ما هي الفايف اكبر من الزيرو، هنا اصغر من الزيرو. ماشي اوكي. ماشي يا اولاد، ده كان نمبر 3. تعالى بقى اما نبص على نمبر 4. بص يا سيدي في نمبر 4، ابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 2 ايكوال 2، هتقوم قايل لي ايه؟ مره الاكس ماينس 2 ايكوال 2 ومره الاكس ماينس 2 ايكوال النيجاتيف 2. بس خلي بالك في كونديشن هنا وكونديشن هنا. ايه الكونديشن هنا؟ الاكس ماينس 2 لازم يكون جريتر ذان ايكوال للزيرو، ودي كده دي هناك يعني الاكس جريتر ذان ايكوال 2، يعني لازم هنا الاكس تبقى جريتر ذان ايكوال 2 ولازم هنا الاكس تبقى سمولر ذان 2. طيب تعالى اما نبص هنا، ودي دي كده هناك تبقى الاكس 4 اكبر من 2 ولا لا؟ اكبر من 2 اختارها. ودي كده دي هناك تبقى الاكس 0. اصغر من 2 ولا لا؟ اصغر من 0 يبقى اختارها، يبقى الانسر بتاعتي 4 و 0 او 0 4. تعالى اما نبص على نمبر 5، موضوع بسيط جدا. بص كده يا سيدي على نمبر 5، ممكن حد يجي يقول لي بدل 3 ماينس 2x ما تكتبها 2x ماينس 3؟ ما هي هي، احنا اتفقنا بقى خلاص 2x ماينس 3 ايكوال 7. تقول لي ماشي يا مستر، مره 2x ماينس 3 ايكوال 7 ومره 2x ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 7. بس استنى، في كونديشن. ايه الكونديشن بتاعي؟ ان يا مستر ال 2x ماينس 3 ده لازم يبقى جريتر ذان اور ايكوال 0، ودي 3 هناك يعني 2x greater than or equal 3 يعني 3 over 2. الاكس ده لازم يبقى رقم اكبر من 3 over 2، وهنا لازم الاكس يبقى رقم اصغر من 3 over 2، وهنا الاكس لازم يبقى رقم smaller than 3 over 2. تعال اما نشوف، ودي كده دي هناك 3 هناك بقى يعني 2x equal 10، 7 plus 3 10 يعني الاكس بكام؟ ب 5. ال 5 دي اكبر من 3 over 2؟ اكبر، يبقى اختارها. ودي كده دي هناك يعني 2x equal نيجاتيف 4.
يعني ال x equal negative 2. ال negative 2 دي أصغر من 3 over 2، أصغر، يبقى اختار، يبقى الانسر بتاعتي 5 و negative 2. ماشي يا ولاد؟ طيب تعالى كده ما نبص على اللي بعده. بص كده هنا يا سيدي، ممكن حد يقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر في نمبر 6 ادي 3 minus absolute value of x plus 2 equal to، تقول لي يا مستر ما بدل ما الابسولوت فاليو ده بالنيجاتيف ما توديه كده هناك بالبوزيتيف، يعني ادي ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 2 عباره عن 3 ودي لها ماينس 2 يعني 1، يعني المساله بتاعتي عباره عن ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 2 ايكوال 1، غيرت بس مكانها كده. طيب تعالى بقى كده اما نشوف الكلام ده، مره الاكس بلس 2 ايكوال 1 ومره الاكس بلس 2 ايكوال نيجاتيف 1، بس خلي بالك هنا في كونديشن وهنا في كونديشن. ايه الكونديشن اللي هنا؟ لازم جوه الابسولوت فاليو ده اللي هو الاكس بلس 2 جريتر ذان ايكوال 0، يعني لازم الاكس تبقى جريتر ذان ايكوال النيجاتيف 2 وهنا الاكس تبقى سمولر ذان النيجاتيف 2. تعالى اما نشوف، ودي كده دي هناك تطلع الاكس بكام؟ 1 ماينس 2 يعني بنيجاتيف 1. النيجاتيف 1 ده اكبر من نيجاتيف 2؟ اه اكبر، يبقى اختار. هنا ودي دي كده هناك يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 3. النيجاتيف 3 دي اصغر من نيجاتيف 2؟ اه اصغر من نيجاتيف 2، يبقى اختار. يبقى الانسر بتاعتي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3. اتزنقت في مساله من دول، ارسمها حطها كده زي ما هي، زي ما انا بقول لك ارسم الجزء ده لوحده على ديزموس والجزء ده لوحده، شوفهم بيقطعوا بعض فين. ده لو انت اتزنقت في مساله، عشان كده قلت لك انا زي ما اول كلمه انا قلتها لك في بدايه السنه دي، ان حتى لو الحاجه يمكن تحسها صعبه معاك تولز تخليك تعرف تحل اي حاجه، فانت معاك تولز تخليك تحل الكلام ده. تعالى كده اما نبص على نمبر 7. بص نمبر 7 يا سيدي، 2 ابسولوت فاليو اوف اكس، 2 من الابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال 3 ماينس 1 من الابسولوت فاليو اوف اكس. ايه رايك الماينس ابسولوت فاليو اوف اكس دي توديها هناك بالبلس؟ يعني 2 من الابسولوت فاليو اوف اكس بلس 1 من الابسولوت فاليو اوف اكس ايكوال 3 من 3 عاديه. 2 من absolute value of x plus 1 من absolute value of x يبقوا 3 من absolute value of x equal 3، يعني absolute value of x equal كام؟ 3 over 3 equal 1. يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ يا اما الاكس ب 1 يا اما الاكس ب negative 1. ماشي يا ولاد، ده كده الموضوع بكل بساطه. طيب بص كده على نمبر 8، بص بقى نمبر 8 قلنا ايه؟ هتقول لي ان الاكس بلس 2 ده مره equal 3x minus 10 ومره ان الاكس بلس 2 ده equal 10 minus 3x، هي اللي minus 3x. تعالى بس نكتبها كده ايه انضف شويه بدل المنظر المعفن ده، نقوم كاتبين كده الx plus 2 equal 3x minus 10 يا اما الx plus 2 equal negative 3x plus 10 يعني، او 10 minus 3x اعكسها. بس خلي بالك هنا لازم يبقى في كونديشن وهنا لازم يبقى في كونديشن. ايه الكونديشن اللي هنا؟ اللي جوه الابسولوت فاليو ده لازم يبقى greater than or equal to 0، يعني الاكس بلس 2 لازم يبقى greater than or equal to 0، يعني الاكس greater than النيجاتيف 2، لازم الاكس اللي يطلع لي من هنا greater than or equal to النيجاتيف 2 وهنا smaller than النيجاتيف 2، لازم الكونديشن ده وده يحصل. طيب تعالى كده اما نبتدي نشوف، نبسط ده ونبسط ده. بص كده معايا يا سيدي، هنا في 3x ودي لها هناك minus x يبقى 2x، هنا في minus 10 وديها هناك بالبلس يطلع ايه؟ 12، يعني الاكس بكام؟ ب 6. ال 6 دي اكبر من نيجاتيف 2؟ اكبر، يبقى اختار. تعالى هنا ماينس 3x وديها هناك بالبلس يعني 4x، 10 ودي دي كده هناك 10 ماينس 2 يعني 8، تطلع الاكس بكام؟ ب 2. ال 2 ده اصغر من نيجاتيف 2؟ لا، يبقى ريفيوزد، يبقى السوليوشن سيت بتاعي 6 بس، ما اختارش الثاني. فهمت كده الفكره في ايه؟ اظن بسيطه جدا. طب تعالى كده واحده كمان، واحدة كمان يا مستر زي نمبر 9. بص يا سيدي، تقول لي مرة الـ x minus 2 equal 3x minus 4 يا إما الـ x minus 2 equal 4 minus 3x. معايا كده؟ بس خلي بالك هنا في كونديشن، لازم الـ x minus 2 اللي هو الـ absolute value ده greater than or equal 0، يعني الـ x greater than or equal 2، لازم هنا الـ x greater than or equal 2 ولازم هنا الـ x smaller than 2. تعالى بقى كده أما نبص على الكلام ده. بص يا سيدي، نبسط بقى شكل المساله دي شويه. 3x دي ودي لها هناك x كده بالماينس، 3x minus x يعني 2x، minus 4 ودي هناك بالبلس، negative 2 plus 4 يعني 2، يعني الاكس ب 1. ال 1 ده اكبر من 2؟ لا، refused. طب هنا minus 3x ودي هناك بالبلس يعني 4x، ال minus 2 دي ودي هناك كده بالبلس يعني equal 6،
تطلع الاكس بكام؟ 6 اوفر 4 اللي هي 3 اوفر 2. ال 3 اوفر 2 دي اصغر من ال 2 اللي هي 1 اند هاف. ال 1 اند هاف اصغر من 2 اصغر من 2 يبقى اختار. يبقى السوليوشن سيت بتاعي عباره عن 3 اوفر 2. فهمت كده يا اولاد؟ اظن الموضوع بسيط قوي. ما ينفعش اختار ال 1 واخترت ال 3 اوفر 2. ولو تاني يعني تعالى كده نرسم المساله دي. انا اتزنقت مثلا في المساله دي مش عارف احلها. تعالى نعمل هنا كده على ديزموس ابسولوت فاليو اوف اكس ماينس 2 وهنا 3 اكس ماينس 4. تعالى كده اما نبص ونشوف. بص كده ادي يا سيدي نمسح بس هنا. قلنا 3x سوري قلنا هنا x ماينس 2 على واحده واحده هنا كده ابسولوت فاليو نمسح ده خالص وهنا x ماينس 2 لا x ماينس انا نسيت x ماينس 3 كانت x ماينس كام؟ x ماينس 3 اظن لا x ماينس 2 x ماينس 2 x ماينس 2 والثانيه يا اولاد الجي اوف اكس كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول 3x ماينس 4. بص كده قطعوا بعض فين دول؟ شايف؟ لو عملت زوم كده اقعد اعمل زوم قطعوا بعض النقطه دي فين؟ 1.5 قطعتها في 3 انت خاف ما قطعتهاش غير في نقطه واحده بس. ماشي يا اولاد عرفنا كده الفكره العامه في ايه؟ يعني لو انت اتزنقت في مساله تحطها على الجرافين كالكوليتور هيطلع لك الانسر وخلاص وده الانسر بتاعك. ماشي يا اولاد نيجي لحاجه مثلا معينه ثانيه وليكن مثلا حاجه زي ايه؟ تعالى مثلا ناخد سؤال يبان رخم شويه وليكن مثلا خلينا نقول ايه ممكن مثلا نقول حاجه زي 11 تعالى كده اما نشوف 11 ممكن 11 دي سهله جدا تقوم قايل لي ان الابسولوت فاليو اوف اكس بلس 2 دي حاول تبسطها شويه كده وارمي اي حاجه هناك ايكوال ال2 دي بدل ما هي بالماينس تبقى بوزيتيف 2 الاكس بدل ما هي بالبلس يعني ماينس اكس ادي المساله بتاعتي خلاص تقول لي مره الاكس بلس 2 ايكوال ال2 ماينس الاكس ومره الاكس بلس 2 ايكوال اكس ماينس 2 صح؟ بس خلي بالك هنا في كونديشن لازم الاكس بلس 2 جريتر ذان ايكوال يعني الاكس جريتر ذان ايكوال النيجاتيف 2 ده الكونديشن لازم هنا يبقى جريتر ذان ايكوال النيجاتيف 2 ولازم هنا سمولر ذان النيجاتيف 2 دول الكونديشن بتوعي تعالى بقى اما نبتدي نحل الكلام ده بص يا سيدي ماينس اكس تروح هناك بلس اكس يعني 2 اكس 2 ماينس 2 ايكوال 0 يعني الاكس ب 0 طب هو 0 اكبر من نيجاتيف 2 يبقى اختار هنا ماينس اكس وبلس اكس ايه ده؟ بوزيتيف اكس وبوزيتيف مفيش اكس اتبقى لي ان 2 ايكوال للنيجاتيف 2 ايه الهبل ده؟ ينفع ال 2 تبقى ايكوال للنيجاتيف 2 ده عبط ريفيوز يبقى السوليوشن سيت بتاعي هو الايه يا اولاد؟ هو ال 0 بس طيب بص بقى ساعات في مسائل يطلع لي ان مثلا 3 ايكوال 3 وكان الكونديشن بتاعي اكس اكبر من 2 3 ايكوال 3 يعني ايه؟ الاثنين قد بعض لو ده ب 3 يبقى ده ب 3 لو ده ب 4 يبقى ده ب 4 ساعتها يبقى السوليوشن سيت بتاعي ايه؟ واختاره يعني ينفع اختاره ده 3 يطلع لي قد 3 ده ده ايه ده يا مستر؟ يبقى تقول ساعتها قايل لي من ال 2 لحد الانفينيتي ده بالنسبه لكده تقوم قايل لي ان ده السوليوشن سيت بتاعي ان طلعوا الاثنين قد بعض طب ما انا عارف ان 3 قد 3 يعني معنى كده ايه يا اولاد؟ ان الاثنين الرسمه مثلا بتاعت الابسولوت واللاين واحد على نفس الخط من اول ال 2 مثلا لحد الانفينيتي مثلا قول لي كده فهمنا كده يا اولاد ده كده كان الموضوع بكل بساطه طيب قلنا بقى مثلا حاجه زي نمبر 17 لو عندي ابسولوت فاليو ايكوال ابسولوت فاليو قلنا هنا ده اسهل مفيش كونديشن ايكوال اكس ماينس 3 هنا مفيش كونديشن على طول مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف ابسولوت فاليو ايكوال ابسولوت فاليو تقوم قايل يا اما 2 اكس ماينس 6 ايكوال اكس ماينس 3 يا اما 2 اكس ماينس 6 ايكوال نيجاتيف اكس بلس 3 وعكسها او 3 ماينس اكس ودي لي كده دي هناك ودي الاكس هناك يعني اكس واحده ايكوال 3 نيجاتيف 3 بلس 6 يعني ايكوال 3 يا اما هنا 3 اكس ايكوال وتودي دي هناك ايكوال 9 يعني الاكس ب 3 تطلع ان الاكس في الحالتين ب 3 3 و 3 خلاص ماشي يا اولاد طب بص بقى على نمبر 22 دي نمبر 22 او نمبر 21 اول ما تلاقي المنظر ده روت وابسولوت فاليو دي كانها ابسولوت فاليو اوف اكس ليه؟ مش احنا قلنا ان الروت بتاع الاكس باور 2 بيبقى بوزيتيف اور نيجاتيف اكس صح؟ بوزيتيف اور نيجاتيف اكس اللي هي ابسولوت فاليو اوف اكس فكان المساله كده ماينس 2 اكس ايكوال 6 وتحل طب دي عباره عن ايه؟ دي يا مستر اقدر اكتبها اكس بلس 2 اول باور 2 جوه الروت صح؟ فكيت الثلاث حاجات دول اكس بلس 2 اول باور 2 ايكوال 4 ايه البتاع باور 2 روت دي مش دي كانها ابسولوت فاليو اوف اكس بلس 2 ايكوال 4 ادي المساله بتاعتي اهي دي اخر مساله خالص وتحلها لي عادي الباور 2 وبعدين الروت بيشيلوا بعض بس تحط مكانها ابسولوت فاليو دي بروبرتي مهمه جدا عندنا
ماشي يا اولاد، ده كده كان يعتبر اظن يعني اول جزء خالص اللي هو بتاع الايكويشنز. ماشي، تعالى كده اما نبص على مسائل مثلا الجراف، يجي لي حاجه زي كده ويقول لي جراف، جراف ذا فانكشن 1 ماينس ابسولوت فاليو اوف 2x، وبعدين بعد ما ترسم الجراف ده يقول لي فروم ذا جراف عايز يعرف الرينج والمونوتوني بتاعت الفانكشن، وبعدين بيقول لي قول لي اذا كانت هي بروف ان هي ايفن مثلا، وبيقول لي فروم ذا جراف حل لي بقى بعد كده فايند ذا سوليوشن سيت لو نفس الفانكشن دي بعد ما ترسمها بتقطع الخط اللي اسمه نيجاتيف 3 فين. طيب اول حاجه حضرتك هتعملها، تعمل لي مثلا لو عايز بقى تشتغلها صح تعمل لي تيبل ونبتدي نرسم كده الفانكشن دي، تيبل تيبل عادي جدا، وتقوم حاطط لي ارقام بالنيجاتيف وارقام بالبوزيتيف. ماشي، اكس وواي تحط لي شويه ارقام مثلا، كفايه كده، ادي الاكس وادي الاف اوف اكس او الواي بتاعتي مثلا. حط مثلا الاكس بكام، تحب مثلا يا سيدي نحط الاكس مثلا، ممكن لو حطيناها من اول نيجاتيف مثلا 1 و0 و1 ومثلا وكام، ماشي كنا ممكن نحط نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 نمشيها كده. طيب تعالى كده يا سيدي حط كده مكان ده نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تايمز تايمز 2 تبقى نيجاتيف 4، بس خلي بالك الابسولوت فاليو هشيل النيجاتيف 1 ماينس 4 تبقى نيجاتيف 3، هنا هتبقى كانها 1 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1، بعد كده لو ده 0 1 ماينس 0 0 بعد كده 1 ماينس 2 ترجع تاني نيجاتيف 1 بعدين ترجع تاني نيجاتيف 3 وترسم لي الكلام ده. تعالى كده نرسم الكلام ده، ادي واي اكسس وادي اكس اكسس فين يا اولاد، او ترسمها طبعا على ديزموس. ادي كده يا سيدي اول بوينت خالص، تعالى نحط البوينتس هنا 1 هنا 2 هنا 3 هنا 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 هنا 1 2 3 and 4 and 5. تعالى يا سيدي اما نحط البوينتس بسرعه، اول بوينت خالص نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 ومنزل عند النيجاتيف 3، بعد كده نيجاتيف 1 والنيجاتيف 1، بعد كده 0 و0، بعد كده 1 ونيجاتيف 1، بعد كده 2 وكام و3. تلاقيها بص حاجه كده عامله برضو زي رسمه الابسولوت فاليو بس بصل تحت، حاجه مثلا عامله كده تقوم عامل لي ومكملها لي كده، لان انا اللي حاطط الارقام التيبل دي من دماغي. بعد ما انا عملت الكلام ده قول لي بقى الرينج بتاعي من فين لفين يا سيدي، بيقول لي عايز الرينج، والله الرينج بتاعي من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو لحد الزيرو والزيرو كلوز صح. طيب ده بالنسبه للمونوتوني انكريزنج من نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو ومن الزيرو لحد الانفينيتي ديكريزنج. طيب بعد كده بيقول لي هل هي ايفن؟ اه ايفن، بروف ان هي ايفن. عايز تعمل بروف ان هي ايفن حط اف اوف نيجاتيف اكس شوف هتطلع لك ايه، فاكر كنا بنعمل ايه؟ يعني 1 ماينس بدل الاكس حط مكانها نيجاتيف اكس، يعني 2 بدل الاكس حط نيجاتيف اكس، كده كده هترجع تاني 1 ماينس ابسولوت فاليو اوف برضه 2 اكس لان كده كده بتتشال ايكوال الاف اوف اكس الاصليه. تقول لي ايه ده الاف اوف نيجاتيف اكس ايكوال الاف اوف اكس تبقى ايفن صح؟ عايز تقول لي عن طريق الرسمه في سيمتري اراوند الواي اكسس تبقى ايفن، كل ده كلام كده ماشي. طب اللي بعده بقى مستر بيقول لي فايند ذا سوليوشن سيت بقى للكلام ده لو ايكوال للنيجاتيف 3. يعني ايه ايكوال للنيجاتيف 3؟ يعني بلون تاني كده، لو انا عندي عند النيجاتيف 3 خط بالعرض كده قطعت فين النقطتين دول، دي كام وكام دي؟ دي نيجاتيف 2 ودي كام دي؟ ودي 2. ادي السوليوشن سيت بتاعي اهو مع ال 3. فهمنا كده يا اولاد؟ ده كده كان موضوع الايكويشنز وازاي اسولف الايكويشنز، الطريقه الجرافيكلي والطريقه الالجبريكلي. يعني يا ريت الكلام ده يكون واضح كده. يا ريت لو اي حد من عندكم عنده اي استفسارات او اي اسئله يا ريت ما ترددش في انه يقول لي. الليسون الثاني ان شاء الله هاخد فيه الجزء اللي هو بتاع الانيكواليتي، هو هو اولموست نفس الحاجه بس بيبقى فيه جريتر زين او سمولر زين، في شغل اكتر شويه بس لو انت فهمت ده ان شاء الله الثاني مش هيكون فيه اي مشكله خالص. مرسي يا اولاد واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا لحضراتكم.